يعني طيب الآن مثال آخر أهل العلم بذكروه وهو الفقر، فبعض الناس يبتلى بالفقر، فهل ماذا يتعامل؟ يسب الدهر، يعترض، وكيف نوجهه بناء على ما ذكرنا؟ يلا مين يساعد؟ مين يساعد يجاوب؟ هون اللي هون ما في مجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أصابع جدد. حاول ما تخاف، ما أنت شايف الاثنين جواباتهم غلط، ونرضى بقضاء الله وقدره. ما يلا تفضل. أيوه يعني خلينا نحكي على هذا الفقير. هذا الفقير هو كيف حكم على نفسه واعترض؟ كالآتي، خلينا نفصل. كيف اعترض على قضاء الله وقدره بالفقر؟ واحد يا ربي يا رجل، كيف اعترض؟ واحد، عدم الاقتناع بالرزق. يا سهاج يا عم، يا سهاج سمى اللي هو ايه؟ واحد بيحكي يعطي الحلقة اللي بلا وزن. يا عم ما لوش دادة في اللي ما صح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل عجوري. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا كيف هذا الشخص، هذا الفقير، فتجده يعترض على قضاء الله قدره. يقول أنا أسكن في بيت صغير، لو كان معي مال لسكنت في بيت كبير. يقول أنا آكل أقل أنواع الطعام، بينما لو معي مال سآكل ألذ أنواع الطعام. ما بتسمعوا أنتوا ولا شو؟ وين ساكنين أنتوا؟ طيب أو إيش بيجي بقول لك، أنا ألبس أقل أنواع الثياب، بينما لو كان عندي مال سألبس أفضل أنواع الثياب. لو وهكذا أنا راكب سيارة، ما عندي سيارة، لو أنه معي مال سوف أركب سيارة، أو عندي سيارة قديمة، لو كان عندي مال سأركب سيارة إيش؟ فاخرة وحديثة، وعشرات الأمثلة في ذلك. هكذا نسمع من يعترض على قضاء الله وقدره فيما يتعلق بالفقر. فما هو الجواب على هذا الشخص؟ كالآتي. واحد، خير لكم، أحسنت. أول شيء نذكره بالآية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فأقول لك كيف الخير، كيف الخير؟ واحد، أن كم إنسان أعطي مالا فإذا بالمال يجعله فاجرا. مثلا أنت الآن محمي من أن يعرض عليك الزنا، الزانيات والعياذ بالله، بس بدها تعرض حالها على مين بتعرض؟ على واحد معوش 10 ليرات في جيبته؟ بس تشوفه بتقول له روح يا زلمه، روح على الجامع، روح على الجامع يا زلمه، روح اذكر ربنا يا زلمه، انت جاي هون؟ هي بتصير تذكره في الله. يا اخي توب الى الله، توب الى الله. ليش؟ اما بتشوف واحد معاه ملايين ملايين، بدك النار ولا تعال عندي. فاذا اول شيء يا فقير احمد الله، فقد كفيت فتنة وعرض الحرام عليك. اثنين، أن الناس عندما تعاملك بالحسنى تعاملك لوجه الله، ما إلها مصلحة عندك. عشان هيك يا جماعة، حقيقة في قصة أثرت فيه تماما، اتصلت بأحد طلبة العلم الفقراء عن طريق أخ، وقلت له عن طريق الأخ سنزورك في الله. قال له مين؟ قال له الشيخ سفيان سيزورك في الله. قال له شو بتحكي؟ قلت له شو ايه شو في؟ معقول حدا يزورني أنا؟ قلت له شو شو في؟ قال أنا فقير ما حدا بزورني، معقول الشيخ بده يجي؟ قلت له آه، منزورك في الله لله. فعندما دخلت علي نزلت الدموع من عيني، وفرح فرحا خلاني انا اعيط عليه. والكل هذا عشان هيك الفقير شو مال زيارته؟ قليل، ما حدا يزورك.
بينما إذا معك مصاري شو ماله؟ صافين على الدور، ممكن زيارة مقابلة، احجز احجز دور قبل ما يجيك الدور. فإذا يا فقير أنت من يعاملك بالحسنى يعاملك لله، أنت من يتودد إليك يتودد إليك من غير أي مصلحة. ثلاث ثلاث نبر الله أن نكفيه ثلاث يكونوا أكثر أهل الجنة. بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر أهل الجنة من الفقراء. أربعة دعوة للتكبر والطغيان. نعم، أنك أيها الفقير ستحرم التجبر بالناس والتطاول عليهم والتكبر. يعني أنت أول ما تيجي على ناس تقول له أنت بتعرف مع مين بتحكي؟ بقول لك آه بعرف عنك، ما أنت من مخيم البقعة. شو هو من الجمل النظيف، شو إيش يعني، من وين جايين أنت؟ فما في مجال شو ماله للتطاول على الناس. احمد الله أنت في نعمة، ربما لو أنك سكنت في دير غبار ولا أنت غبار وجهك صار إيش تتطاول على الناس، مع أنه في ناس في دير غبار من قمة التواضع. نعم، لكن نتكلم عن حال الفقير، نتكلم عن حال الفقير. خمسة خمسة بذكر لك خمسين، بس خلينا خمسة ونكتفي. أن يقل الحساب يوم القيامة. خمسة. أن الله ممكن نصره أولاد وزوجة. خمسة. ممكن بناء. هلا قول ممكن. بناء ممكن ما يكون في بركة لأنه إذا بنهيك عن الصلاة. الفقير أكثر قربا من الله. لا إله إلا الله، هذا كلام لا يسلم. ابن القيم ساوى مقارنة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، فانتصر أيهما أقرب إلى الله فهو خير له. فكم من غني الفقراء في كيسه لأنه استخدم المال لطاعة الله، وكم من فقير تمنى على الله الأماني